السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة اللي هو اليوم الرابع في متابعة الزغاليل. كنا أعطينا في الأيام الثلاثة الأولى اللي هي أعطينا فلاجيل، لكن خلاص الفلاجيل انتهى موضوعه. النهاردة هنعطي بدل الفلاجيل هنعطي الخميرة. معانا الخميرة دي بيطري، ده طبعا كيس الحليب اللي احنا الحليب المسحوق، الحليب اللي احنا بنوكل بيه زغاليل اللبة. ومعانا كمان خميرة التانية دي خميرة ده بشري. العلبة دي ب9.50 جنيه بس يكتي لقيها، يعني مكتوب عليها اهو مكمل غذائي، مكمل غذائي. ده مفيد جدا يا جماعة، الخميرة مفيدة جدا بعد الفلاجيل. انت طبعا اعطيت 3 ايام فلاجيل، فالفلاجيل قتل قضى على البكتيريا، جميع البكتيريا، فاحنا عايزين ننشط تاني البكتيريا النافعة. خلاص احنا تخلصنا من البكتيريا الضارة، عايزين نرجع البكتيريا النافعة. طيب لو انت معاك الخميرة دي بس هتعمل ايه؟ لو معاك الخميرة الأقراص يبقى هتعطي نص قرص لكل زغلول، لو ما معكش الأقراص يبقى هنضيف من الخميرة البيطرية البودر دي، هنضيفها على خلطة التأكيل. طيب قبل ما نبدأ اعمل لايك وتعالى نشوف البيض لو الحصويتين اللي هما كان في حصوة امبارح واختها النهاردة وجدناها ان هي كمان فتحت البيضة اهو. بسم الله ما شاء الله الزغلول فيها زي ما انت شايف بيتحرك ازاي. خلاص عايز يخرج، وده كمان الزغلول التاني فاتح البيضة خالص اهو. خلاص باقي عليه يعني ساعات قليلة جدا، يمكن اقل من ساعة. ده بتاع امبارح وده اخوه اللي هو الجديد ده. طيب برضو هعمل بنفس الطريقة، مش هفتح له انا بس هخبي دي كده، اخبي الفتحة كده وارش على البيض بنفس البخاخة بتاعت امبارح اهو زي ما عملنا امبارح بمية دافية وارش. طبعا انا عملتهم تاني بعد ما عملناهم ساعتها، هرجعهم تاني بسرعة لأهاليهم. طبعا هو الطبق ده او الطاجن ده مش بتاعهم، انا بس جايب اصور فيه، هرجعهم للطاجن بتاعهم بسرعة ونرجع نكمل الفيديو ان شاء الله. نشوف الزغاليل اللي هي البيض ده اللي هي في الحصى ده لسه، نشوفهم بكرة ان شاء الله مع بعض. طيب هنبدأ بتأكيل الزغاليل، هنشوف النهاردة هنضيف عليها ايه. احنا امبارح حطينا جروفيت بلاس، انا معانا الخلطة اهي جاهزة، لكن انا بوديك النهاردة خيارات تانية. معانا ايميولانت ممكن تضيف منه مكان الجروفيت بلس، طبعا هو الجروفيت بلس اللي هيسأل، انا بفضل الجروفيت بلس افضل شيء، لكن انا بقول لك ده برضو رافع مناعة ويفيد في نفس الحاجات، لكن دايما كنت انا بفضل اللي هو الجروفيت بلس. فهضيف حوالي معلقة، ده افضل رافع مناعة بشر يا جماعة. نرجه كويس ونأكل الزغاليل الكبيرة النهاردة الأول عشان دي اللي جاهزة بسرعة كده هنأكلها. طبعا احنا خلصنا الفلاجيل، النهاردة هنضيف الخميرة. طيب النهاردة هنضيف الخميرة البيطري دي، هنضيف منها على الأكل. انا معايا الكمية، هحط عليها الكمية دي. وهنقلبها. جيدا. لكن احنا قلنا لو ما معكش الخميرة البيطري دي او ما انتش عارف تجيبها، المتاح يا جماعة اللي موجود ان ملقتش دي او دي، معانا الخميرة التانية دي البشري رخيصة جدا بس اعتقد انها ما عادتش موجودة،
ان ما لقيتهاش ممكن تجيب قطعة خميرة من المخبز، تاخد قطعة قد عقلة الصباع اهو، القرص اهو، تقسم القرص النص. احنا بنقول على الخميرة البيرة اللي بتاعت المخابز، لو ما لقيتش دي او دي خميرة من بتاعت المخابز، وتعمل قطعة قد عقلة الصباع وتخمرها في مية دافية كأنك هتخبز بها عيش، يبقى كده نص قرص زي كده لو انت هتستخدم الخميرة دي. انا هعمل الزغلولين دول علشان اوري لحضراتكم بس كده نص قرص، تمام. لكن لو انا اعمل من التانية، انا قلبتها هنا على العلف بتاعنا وهبدأ التصغيط بيها. متنساش اللايك، اللايك بيرفع الفيديو يا جماعة. الزغلول بسم الله ما شاء الله خد السرنجة كلها، نشوف غيره، جعان جدا بيستناني اهو، الزغلول لسه بيستناني ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. نديهم كده كل واحد شوية بسرعة، تلاقوش مش هنطول ان شاء الله. كده يبقى اعطينا اليوم الرابع خميرة، وهنشوف بكرة هنعطي ايه، بس طبعا لسه معانا الزغاليل الصغيرة، نشوف برضو هنعمل لها ايه. الزغاليل اللي هي زغاليل اللبة، زغلول ده جامد يا جماعة، انا بقول محتاج دايما تبص للزغاليل، الزغلول اللي حصلته جامدة لازم تسقيه كويس، الحر ده لازم تسقيه، ما تسيبش الزغلول ينشف منك كده. لو اهاليه مش مزغطينه كويس اسقيه. ندي لكل واحد حاجة صغيرة كده اهوت، طبعا هما كلهم دلوقتي ممكن ياخدوا من اللي هو بتاع الزغاليل الكبيرة. طيب نشوف الزغاليل اللي هي الصغيرة، معانا برضو الحليب اللي احنا عملنا من الكيس ده اهوت، الكيس بتاع المسحوق الحليب. طيب نضيف عليه بقى ايه؟ احنا طبعا اعطينا الفلاجيل لكل الزغاليل 3 ايام، طبعا الزغلول اخر زغلول ده اللي ما خدش غير يومين، ده المفروض نعطيه اليوم الثالث النهارده، ما نعطيهوش، خلي بالنا من الحكايه دي، نعطيه اليوم الثالث وما نعطيهوش خميره، يبقى هنعطيه اليوم الثالث. معانا اهو الفلاجيل، نعطي ده لوحده بس اللي هو عشان يبقى 3 ايام زي اخواته، نعطيله فلاجيل اللي هو لوحده ده ما خدش غير يومين، لازم ياخد اليوم الثالث. بعد كده ما عادوش حدش ياخد فلاجيل خالص، خلاص يا جماعه ما عدناش هنعطي فلاجيل نهائي للمجموعه اللي معانا دي الا اذا جد لهم جديد، يعني زغاليل جديده ان شاء الله اللي هيفقس هنضيفه للمجموعه بكره ان شاء الله، نوريه لكم ونشوف ايه اللي نعمله معاه. لو مش محتاج حاجه مش هنعمل له حاجه طبعا، احنا بنعمل اللي محتاج بس. طيب هنزغط اللي هو زي ما قلنا اللبه ده من غير خميره، تمام، اللي هو ده اللي ما كانش اللي اخد فلاجيل دلوقتي، ما ينفعش تدي فلاجيل مع خميره، تمام، يبقى ده اللي خد فلاجيل ما نعطوش خميره استبعدناه. ندي بقى لدول نضيف ليهم حبه خميره اهو، هنحط لهم حبه خميره على حاجه بسيطه كده، لان ايه طبعا الكميه قليله جدا اللي هي الحليب مسحوق الحليب ده، كمية قليلة خالص، ضفت لها الخميرة قلبناها ونقلب كويس، ونبدأ على بركة الله ندي الزغاليل اللي هي الصغيرة اللي طبعا اللي احنا قلنا عليه ما ندهوش خميرة خلاص، نأتي للي ما اللي زي ده.
هنا مسحوق الحليب، وان شاء الله بكره نشوف الزغلولين التانيين وناتي كمان خميره. تابعني للنهايه علشان اوريك الزغاليل دي لما الزغاليل تكبر، عشان نشوف نتيجه تعبنا ان شاء الله طبعا بفضل الله كله. انا شبعت الزغلول اهو يا جماعه، ده زغلول لسه صغير طبعا، ده اللبا المفروض ان هو لبا، لكن انا شايف اهله مدينه خشن شويه، فانا بديله الحليب ده مسحوق الحليب. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.